نشرة الأخبار على الحياة فم. منتصف الليل من الحياة فم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. فاروق بوعسكر يؤكد لوفد عن مركز كارتر الأمريكي أن مواكبة الصحفيين والملاحظين للانتخابات التشريعية المقبلة هي ضمانة أو دلالة على شفافية الانتخابات. رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان تترأس مجلس وزاري مضيق للنظر في البرنامج الوطني القطاعي ذات الصلة بالإدماج وتمكين الاقتصادية. وزير الشؤون الاجتماعية يطلع نظيره الجزائري على تجربة تونسية في مجالي الضمان الاجتماعي والتأمين على المرضى. وإحالة رئيس موريتانيا السابق ولد بن عبد العزيز إلى محكمة الفساد. إلى تفاصيل النشرة، حيث أجرى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر جديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوف الفريخة يوم الثلاثاء 13 من ديسمبر الجاري بمقر الهيئة لقاء مع وفد من قيادات مركز كارتر قادم من أمريكا بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس يوم 17 من ديسمبر الجاري. وفي مستهل هذا اللقاء، أكد رئيس الهيئة على انفتاح مجلس الهيئة على كل مكون المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، ويعتبر أن مواكبة الصحفيين والملاحظين المحليين والدوليين للانتخابات يمثل ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الموعد الانتخابي الهام ونزاهته وعلى حيادية الهيئة وتعاملها مع كل الأطراف على قدم المساواة. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان يوم الثلاثاء 13 من ديسمبر الجاري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مختلف البرامج الوطنية ذات الصلة بالتمكين والإدماج الاقتصادية ومعالجة مظاهر مرتبطة بالفقر في أبعاده المختلفة في مجالات التربية والصحة والفلاحة والطفولة والمرأة والأسرة والشباب والتشغيل والتكوين. وتم خلال هذا المجلس استعراض مختلف البرامج والخصائص المنتفعين بها وآليات تنفيذها وأيضا سبل الرفع من عدد هؤلاء المنتفعين وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج أو لهذه البرامج ذات البعد الاجتماعي الهادفة إلى تمكين الفئات محدودة الدخل وحفظ مقدرتها الشرائية وتعزيز صمودها أمام الإكراهات الاقتصادية الراهنة. أشرف وزير الصحة علي مرابط مساء الثلاثاء على جلسة عمل مع ممثلين لعدد من المؤسسات الناشئة والناشطة والعاملة في قطاع الصحة بحضور ممثلين عن صندوق الوداع والأمانات وممثلين عن الأقطاب التكنولوجية وثل من إطارات الوزارة. وفي مستهل كلمته أكد مرابط بأن وزارة الصحة تولي أهمية كبرى للمؤسسات الناشئة، وذلك لما أظهرته من نجاح خلال أزمة كوفيد-19، مبينا بأن دعم هذه المؤسسات هو في صلب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة كي تكون داعمة للمنظومة الصحية. أطلع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر الثلاثاء 13 من ديسمبر الجاري نظيره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية يوسف شرفة الذي يؤدي زيارة إلى تونس بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية. وفي إطار افتتاح أشغال اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال العمل والعلاقات المهنية والوفد المرافق له على التجربة التونسية في مجالي الضمان الاجتماعي والتأمين على المرضى، وذلك خلال زيارتهما التي أداها لمقرات الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أحالت المحكمة العليا في موريتانيا يوم الثلاثاء 13 من ديسمبر الجاري رئيس السابق محمد ولد بن عبد العزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم فيما يعرف بملف الفساد العشرية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. فاروق بوعسكر لوفد عن مركز كارتر يؤكد بأن مواكبة الصحفيين والملاحظين للانتخابات التشريعية المقبلة هو ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الموعد الانتخابي. نجلة بودن رمضان تترأس مجلس وزاري مضيق للنظر في البرامج الوطنية القطاعية ذات صلة بالإدماج والتمكين الاقتصادية. وزير الشؤون الاجتماعية يطلع نظيره الجزائري على تجربة تونسية في مجالي الضمان الاجتماعي والتأمين على المرضى. وإحالة رئيس موريتانيا السابق على محكمة الفساد. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.